جاز علينا بأمطار الخير ونشكره على كافة نعمه ونتمنى المزيد إن شاء الله نسأل الله يسقينا حتى نبدأ. أنا جد سعيد بمشاركتكم هذا الاجتماع الأول بالنسبة لي شخصيا مع هذه المؤسسة المقررة. أولا بالتعرف عليكم على القرب وربما كذلك للاتفاق حول بعض المبادئ العامة للاشتراك. أشكر السيد الرئيس من خلال أعضاء السيدات والسادة أعضاء المجلس على الكلمة الطيبة اللي فهمتها في حقي، ولن أكد فقط على أننا جميعا نعتبر أنفسنا شركاء شركاء بما في هذه الكلمة معنا، شركاء أولا في ضرورة تنمية هذا الإقليم العزيز، وشركاء كذلك في مسؤولية الإشراف وصون مصالح ساكنة الإقليم وباقي فعالياته، وأكثر من شركاء ربما مهمنا تقتضي منا جميعا التعاون والتكامل والتآزر، لأنه أعتقد أنه محكوم علينا جميعا أن ننجح جميعا أو نفشل جميعا، لأننا نعتبر أنفسنا وجهان لنفس العملة. هدفنا هو خدمة مصالح هذا الإقليم العريق المتمم بتاريخه الآتي وجذوره المتعصية ومستقبله الواعي، والذي على ما أعتقد لا يلزم إلا تجندنا جميعا وأن نعمل بلدا مفيدا. مبدأنا الأساسي هو التكامل، أنتم تمثلون ساكنة الإقليم وتحملون همومها وتطلعاتها وأحلامها، ونحن إلى جانب كل ممثل الدولة المغربية بكل مكوناتها ومؤسساتها ورموزها. هذا التكامل يفرض علينا الاشتغال في إطار من الاحترام المتبادل، وهو احترام واجب للمؤسسات، ولا ينبغي أن تشوش عليه بعض اعتبارات إما شخصية أو مزاجية أو مرتبطة بعوامل خارجة ما يفرضه العمل داخل المؤسسات الدستورية. مبدأنا كذلك هو احترام العدالة المجالية بين كل جماعة الإقليم وكل مكوناته الترابية. هذا المبدأ إن شاء الله سيشكل بالنسبة إلينا جميعا خطا ناظما سيهيكل بحول الله وقوته كل أشغالنا بعيدا عن التغذيات أو أي اعتبارات أخرى غير الاعتبارات الموضوعية. في الأسابيع المقبلة إن شاء الله سننشئ إذا اتفقتم على ذلك لجنة تقنية إقليمية تمثل فيها الجامعات الترابية ومجموعات الجامعات والمصالح الخارجية للدولة وباقي المؤسسات العمومية، وسيعهد إن شاء الله إلى هذه اللجنة التي سيشرف على تشكيلها السيد الكاتب العام عدة مهام. أولا العمل على تحقيق العدالة المجالية ما بين مختلف جامعات الإقليم وباقي مكوناته المجالية. ثانيا خلق فضاء مناسب للحوار الهادئ والنقاش المثمر والمتزن حول بعض أولويات الإقليم. ثالثا تهيئ الملفة التقنية للمشاريع التي يحددها المجلس الإقليمي ويعتبرها ذات أولوية قصد الترافع بشأنها مع شركائنا سواء كانوا شركاء وطنيين أو جهويين. رابعا توحيد الرؤى والأولويات ما بين الهيئات المنتخبة وخاصة المجلس الإقليمي وتمثيليات الوزارات والمؤسسات العمومية في الإقليم. بالطبع لا ينبغي أن ننسى أن المجلس الإقليمي جماعة ترابية من المستوى الثاني وليس برلمانا للمساءلة والنقاش السياسي، هو مؤسسة للتنمية وهو ما يجعله يركز على الأبعاد التنموية وأساسا التنمية القروية والتنمية الاجتماعية والبشرية لأنها من اختصاص المجلس الإقليمي. بهذا أعتقد بأن الثنائي العمالة والمجلس الإقليمي تتوفر فيه إن شاء الله كل المقومات لإرساء أسس عمل
مثمر ان شاء الله ومشترك ومتكامل لفائده رعايه جلالتي بهذا الاقليم الاهلي. حضرات السيدات والساده، ما يفرض ربما هذا التصور الايجابي لتدمير شؤون اقليمنا وما ينتظرنا جميعا من تحديات كبرى تستلزم منا ان نستجمع كل قوانا لفائده تنميه الاقليم، وان نتفادى الصراعات الهامشيه واعتبارات الشخصيه وبعض المصالح الضيقه. التحديات التي تنتظرنا متعدده ومتشعبه. كيف نضمن شروط عيش كريم لساكنه الاقليم، بدءا من توفير سكن لائق وتاهيل الاحياء الهامشيه ودعم التجهيزات والبنيات الاساسيه بالعالم القراري. ما هي سبل تثمين التراث الثقافي والفني والطبيعي للاقليم بابراز خصوصيات الهويه المسكويه والحفاظ على المدينه العتيقه وهي القلب النابض للمدينه بانقاذها وصيانتها والاستمرار في تاهيلها. كيف نتعبا جميعا ان شاء الله لتنزيل المشاريع المهيكله الكبرى في اقرب وقت ممكن وبالجوده المطلوبه، مع الاستمرار في دعم اندماج الاقتصاد الاقليمي داخل المنظومتين الجهويه والوطنيه، مع ما يلزم ان شاء الله من متطلبات على مستوى البنيات التحتيه وسبل المواصلات. اخيرا، ما سبيلنا الى ضمان توازن ضروري واساسي ما بين متطلبات التنميه الصناعيه الطاقيه والمعدنيه وتثمين المورود الطبيعي والايكولوجي بجعل السياحه وخاصه السياحه الشاطئيه والبيئيه احدى القاطرات الرئيسيه لتنميه الاقليم. لكن كل ذلك قد يبدو للمواطن غير واقعي اذا لم تستطع الجامعه الترابيه من توفير الشروط الاساسيه من نظافه جيده واناره ونقل عمومي وغيرها من مرافق عموميه هي الحد الأدنى لأي تدبير عمومي. العمل الذي ينتظرنا ليس بالهين. اسمحوا لي أن أذكر بمقولة شهيرة لتشرشل، كان وزيرا أسبق للملكة إليزابيث الثانية، قال: ليس لدي ما أمنحه إياكم سوى الدم والعناء والعرق. الذي ينتظرنا عمل شاق ومضني يتطلب منا جميعا جهودات جبارة وصبرا ومثابرة، لأن جلالة الملك نصره الله بعطفه الأبوي على الإقليم منحه كل الحظوظ ليسترجع مكانته ما بين الحواضر الكبرى للمملكة. لكن تنمية الإقليم تبقى مع كل ذلك مرهونة بمدى تجندنا وتعبئتنا الجماعية وامتثالنا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله وحرصنا على ترجمتها على أرض الواقع. إقليم آسفي أمانة في أعناقنا جميعا أمام الله سبحانه وتعالى، أمام جلالة الملك عزه الله، وأمام ساكنة الإقليم التي تنتظر منا جميعا الكثير. اسمحوا لي إن أطلت. هي عباره عن خريطه عمل استراتيجيه العمل. الحمد لله المجلس الاقليمي مكونات ديالو سيد العمل، انا كرئيس كنت محظوظ بالتشكيله اللي كنت راسها. كاين واحد الاتجاه الحمد لله ماضي الى القرار وهذا شيء طبيعي، وغتلقاو ان شاء الله السيد العمل منا كل الدعم باش ندير واحد البرنامج مشترك للعمل ان شاء الله مستقبلا، وما غادي يكون غير وكالي ان شاء الله، وغادي نستغلوا التجربه ديالكم سيد العمل والسمعه اللي وصلت قبل من جهه التسليم، لكن ما غادي يكون غير مره اخرى ونتمنى من الضوء.